قائمة ألعاب جديدة، أستمتع أنا بالحلقات هذه عزيزي المشاهد، وأنا متأكد أنك راح تستمتع معي لأنك بتشوف كل الألعاب المهمة اللي راح تنزل في شهر فبراير 2024. قبل ما نبدأ لا تنسى تضغط زر اللايك واشترك في قناة بلاي ستيشن العربية. أول لعبة هي جوجوتسو كايزن كيرست كلاش. لأول مرة نشوف الأنمي الشهير جوجوتسو كايزن يدخل لعالم ألعاب الكونسول. نستلم طاقة اللعنات ونستمتع بإتقان الجوجيتسو اليوجي إيتا دوري، ميغومي فوجيجورو، نوبارا كوجيساكي، ساتورو جوجو، وشخصيات رهيبة من السحرة والأرواح الملعونة. تحكم بشخصياتك المفضلة وعيش عالم جوجيتسو كايزن مع لعبة قتال 2v2. التعاون هذا كله أكشن، نستخدم الجوجيتسو الرهيب لكل شخصية، نطور المهارات في المعركة ونرقي الجوجيتسو ليكون أقوى شيء علشان تنهي كل الخصوم. Suicide Squad Kill the Justice League. أعضاء فرقة Task Force X سيئي السمعة اللي جندتهم أماندا وولر، عالم متروبوليس الواسع اللي مع الأسف دمر من غزو برينياك. نشوف الذعر اللي سببوه الأبطال لهذه المدينة اللي كانوا في يوم يحمونها. كل عضو في الفريق مع وسيلة تنقل خاصة لتساعده في التنقل في مدينة متروبوليس. اللعبة فيها حس الاستكشاف الحر والتصعيد في الاشتباكات اللي تولد تجربة لا تنسى. اللاعبين حرين في اختيار مختلف أساليب اللعب ليدق الخصوم دق، إذا في اللعب الفردي أو أونلاين أو مع ثلاثة من الأصحاب. تأدون هذه المهمة الانتحارية بطريقتكم الخاصة. Helldivers 2. نخش مع الHelldivers في معارك طاحنة في سبيل الحرية، مجرة عدائية كلها حرب في لعبة الشوتر من منظور الشخص الثالث. حكاية Helldivers 2 بسيطة جدا. الغزاة الفضائيين جوكم وسببوا مشاكل للكوكب، والعالم كله فعلا بدأ ينهار. كHelldiver مسؤوليتك هي محاربة ذول الفضائيين وانك تحمي كوكبك وشعبك وتحاول انك ترجع السلام. الحروب هذه تدخلها مع فرقتك، واهم شيء ترسانة اسلحة متفجرة موجودة في يدك. Helldivers 2 تقدم لك فرصة تخصيص أسلحتك على حسب أسلوبك عشان تلعب وتفهم أسلوب يناسبك وتخش الجبهات بثقة في هذه الحرب الكونية. Final Fantasy 7 Rebirth. الرحلة المجهولة تستمر بعد ما هربوا من مدينة ميدغار المستبدة. كلاود وجماعته بدأوا رحلة عبر الكوكب، مغامرات جديدة في عالم واسع. نجري بين السهول الخضراء على ظهر تشوكوبو ونستكشف بيئات واسعة مختلفة، وأثناء البحث عن هدفك تشوف العالم حولك وتشوف مناطق جديدة في Final Fantasy 7 فيها محتوى جديد وألعاب مصغرة ووسائل نقل متنوعة ونظام قتال متطور. هذا النظام يدمج التفكير الاستراتيجي والقتال اللي كله أكشن مع فريقك. عندك شخصيات جديدة بعد، ولما ترفع علاقتك مع هذه الشخصيات تحصل قدرات جديدة وقوية. هذه المغامرة المستقلة تعيشنا أجواء كلاود وأصحابه ومغامراتهم عبر الكوكب، وكل خطوة خارج ميدغارد منتهية تعتبر خطوة جديدة وغامضة. Banishers Ghosts of New Eden. في 1695 تحديدا في نيو ايدن، أنتيا دوارتي وريد ماك رايث هم عائلة وبانشرز، صيادين الأشباح اللي مهمتهم حماية الناس من تهديد الأشباح. بعد المهمة اللي كانت كارثية، أنتيا أصيبت وتحولت لوحدة من الأشباح اللي تكرههم. الزوجين يدورون كل الحلول لتحرير أنتيا من لعنتها الجديدة. أولتروس. تصحى من النوم وتلقى نفسك في ورطة بعد ما تحطمت سفينتك على سروكوفاج. هذا الشيء هو مخلوق كوني عملاق يطير في الفضاء. لا، وفي مخلوق شيطاني قديم اسمه أولتروس، لازم تستكشفه وتقابل السكان اللي فيه عشان تفهم الدور اللي انت تلعبه. Tomb Raider 4 Remastered Starring Lara Croft. الأسطورة الحية لارا كروفت رجعت لنا لتحل الألغاز القديمة وتستكشف كنوز العالم القديم اللي ضاعت بسبب غيلات التاريخ. Skull and Bones. خش عالم Skull and Bones الخطير، تجربة لعب تقمص أدوار وأكشن في عالم مفتوح للقراصنة.
عشان تصير زعيم القراصنة الأكثر شهرة لازم تثبت نفسك في قتالات وسط المحيط. Slave Zero X من أعلى مدينة ميجا سيتي S19 يحكمها السيادي خان بقبضة من حديد، وتحت أساسات المدينة المنتهية في محارب ناوي أنه ينتقم. قبل 5 سنوات من أحداث Slave Zero تبدأ Slave Zero X قصة جديدة لهذا العالم. King Arthur Knight's Tale العب بشخصية السير مودريد الفارس الأسود المتقاعد في هذه الحكايات المظلمة. قتلت الملك آرثر، ولكن مع أنفاسه الأخيرة قدر يعطيك ضربة مباغتة، واثنينكم متوا وفي نفس الوقت عشتوا لأنه سيدة البحيرة ما انتهت منكم. قصة كلها توستات في عالم أفالون المظلم. Garden Life A Cozy Simulator Garden Life هي عبارة عن لعبة مزرعة مريحة تسوي فيها حديقة أحلامك في عالم هادي وملون. تزرع في كل مكان وتضيف لمساتك بالسرعة اللي تناسبك. تحول قطعة الأرض المنسية هذه إلى حديقة خلابة مزدهرة. Pacific Drive لعبة السورفايفل أو بقاء من منظور شخص أول. سيارتك هي رفيقك الوحيد. تبدأ رحلتك في منطقة خيالية تعبر عن شمال غرب المحيط الهادئ. كل طلعة فيها تحديات صعبة وغريبة، ومنها ترقي سيارتك في جراج مهجور يعتبر القاعدة الرئيسية لك ونفس الوقت بيتك. بروميناد مش ممكن، انكسر المصعد العظيم وتناثرت قطعة في كل العالم. هنا تيجي مهمتك، لازم تسافر ذا العالم بطريقتك الخاصة عشان تجمع كل هذه القطع. Brothers A Tale of Two Sons Remake رجعت اللعبة الممتعة بين الأخوين. اللعبة ما تغيرت من ناحية طريقة اللعب والقصة المؤثرة من سنة 2013، لكن الريميك يوعدنا بشخصيات ومناظر محسنة لكن بطابع النسخة الأصلية اللي تحدثت لتواكب أحدث جيل من الرسومات والأداء وأسلوب اللعب، معها موسيقى تصويرية مسجلة مع أوركسترا حية. استعد لتجربة عاطفية تأخذك في مغامرة الآفاق جديدة. Welcome to Paradise. في بارادايز الجميلة نشوف الناجين العباقرة اللي قاعدين يختبرون تقنية يقدرون فيها يسيطرون على الزومبيز اللي اجتاحوا العالم. لما يهكروهم يصيرون حلفاء مهمين، صح انهم شوي اغبياء ومو مستقرين في بعض الاحيان، لكن على الاقل الامور طيبة في بارادايز. وصلنا لنهاية قائمة العاب فبراير. اعطوني رأيكم لأكثر لعبة تنتظرونها في التعليقات. لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة لتوصلكم القوائم اول باول. سلام.